اهلا بكم وحلقه جديده من الناس الحلو. الحقيقه اللي انا هقوله دلوقتي ده كنت متردد ان انا احكيه لكم، بس هحكيه لكم. انا اتخبطت يا رجاله، اتخبطت خبطه جامده قوي، احكيها لكم بقى بالراحه كده عشان تعرفوا الخبطه دي جت ازاي. انا في احد المرات قاعد في مكان بتعشى، وبعدين حبيت ادخل محل ما اشتري حاجه. المكان ده عباره عن مكان يعني اوبن اريا، والمحل موجود في هذا المكان، في طرف هذا المكان. كويس، خلصت الاكل بتاعي ورايح عشان اشتري الحاجه دي من هذا المحل. داخل بمنتهى الاريحيه، المكان طبعا اوبن اريا ضلمه شويه والمحل منور. داخل وباصص قدامي عشان ادخل اجيب الحاجه دي من المحل، وفجاه وعلى حين غره يا جماعه لقيت نفسي دب بتخبط مرة واحدة بدون أدنى يعني وعي. أنا مش عارف أنا اتخبطت إزاي، اتخبطت في إزاز. حتى جت هنا اهوت الحمد لله، قعدت يومين يعني حاسس إن أنا مش أنا يا دكتور. بس لما دخلت المكان طبعا الناس بقى جت يعني سندتني وبتاع، خبطه جامده جدا يعني، اتخبطت بدماغي في ازاز. تقولوا لي طب انت ما شفتش الازاز؟ انا قعدت ابص للازاز بعد ما اتخبطت فيه، ازاز شفاف جدا جدا. طب انت ما شفتش الباب المقبض؟ انا اتخبطت في جنب الازاز، لان انا يعني ما بصيتش خالص على المقبض او البتاع اللي بيفتح الازاز خالص، ده انا اتخبطت في الازاز من جنبه من وشه. لما دخلت بقى المحل طبعا الناس جابت لي ميه وبتاع عشان احط على دماغي عشان خايفين انها تورم. واحد من اللي شغالين في المحل قال جمله مهمه جدا، قال لي انا كمان اتخبطت في الازاز ده من قيمه يومين كنت شغال في المحل. واحده راحت رافضه من اللي شغالين في المحل قالت لي والله دي حصلت كذا مره قبل كده، ناس من الرواد دخلوا خبطوا في الازاز. وانا بحكي لاصدقاء ليه قالوا لي ده انا برضو اتخبطت نفس الخبطه الغريبه وانا داخل كده مش فاكر مش شايف ان ده ازاز، رحت خابط في الازاز. الحقيقه يا جماعه ان احنا عندنا يعني حاله غريبه جدا، ان احنا بنستسهل اشياء وبنستسخف او بمعنى صح بنستهون بحاجات في منتهى الاهميه. اولا انت محل هتعمل ازاز بره، ما ينفعش الازاز ده يكون كانه مش مرئي، شفاف تماما تماما. لازم لو هو شفاف تماما حتى انت جبته خلاص واشتريته، لازم تحط بوستر، تحط حاجه تنور عليه نور بشكل معين عشان يبان، تعمل اي حاجه بحيث انه يبان، بحيث ان اللي داخل ممكن ما ياخدش باله يخبط. وكويس ان انا كانسان الى حد ما رياضي شويه او قدرت اتحمل الخبطه، في غيري ما كانش ممكن يتحملها، لو الخبطه دي جت في مناخيري كانت هتكسر. الحكايه ديت ارجوكم اللي عنده محل وعنده هذا الازاز، اللي عنده بيت في البيت هذا النوع من الازاز، وابنه او 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 مثلا صاحب ابنه جه البيت، ممكن جدا يخبط ويصاب اصابه عنيفه جدا في هذا الازاز. الازاز الشفاف قوي ده لازم نتعامل معه بدقة شديدة، يتحط بطريقة معينة بإضاءة معينة. لو هو فعلا عمل مشكلة قبل كده لازم يتحط بوستر عليه أو يتحط شيء يبين للي جاي إنه ده إزاز، لأن الناس وهي بتتحرك وخصوصا في ظل ظلمة في الخارج وإضاءة في الداخل، انعكاس الضوء على الإزاز هيكون معدوم، لأن الإضاءة هتكون داخلية مش خارجية، وبالتالي يسهل أن تكون هناك حوادث في منتهى الخطورة أحيانا. وربنا حافظ على الناس، ويعني زي ما بيقولوا عمر الشقي باقي والشاطر دايما هو اللي بيتخبط. خليكم دايما مع الناس الحلوة.